عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم زيانين والفيديو ديالي تلقاكم في احوال جيده. فرحانه بزاف انني نتلاقاكم اليوم في فيديو جديده. اول حاجه كنعتذر منكم بزاف على الغياب ديالي، هاد المره غبت بزاف، يمكن هادي اول مره كنغبر هاد الفتره كامله. ودايوغ شكرا بزاف للبنات اللي سولوا فيا، كلكم وحده وحده كل نهار كنتو كتصيفتوا ليا كتقولوا لي رجعي رجعي رجعي. انا بخير الحمد لله، كنتمنى انكم تكونوا حتى نتوما كاملين بخير وما ناقصكم حتى شي حاجه ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نبداه لكم هنايا من التحضير ديال الطاوله. هنايا بصراحه كانوا غيجيو عندي الضياف، بديت انا اللي نصور ولكن ما كملتش التصوير، يمكن من هنا شدني العجز وغبرت بزاف. بصراحه فاش كيكونوا عندي ضياف كيجيني صعيب صعيب بزاف انني نصور. الا كانوا غير صحباتي اللي غيجيو عندي مثلا بجوج بهم وانا كسافا نقدر نصور، ولكن فاش كيكونوا الناس عندي بزاف بحال العائله ديال راجلي ولا عائلتي بصراحه كيجيني صعيب انني نصور. كان ستريسي وما كنركزش بزاف، كنخاف انني ما نطيبش داكشي مزيان اولا ننسى شي حاجه، وحتى بصراحه الوقت ما كيكفينيش على هادشي. بصراحه ما كنشاركش معكم بزاف تاع فيديوهات ديال العراضات اللي كندير، حاولت ولكن ما نجحتش بحال اليوم. قلت نشارك معكم غير طبلة معليش يمكن تستافدوا منها. دابا رمضان جاي، هنايا خلطت جوج ديال لي سيرفيس، اول مره كندير هكذا وبصراحه عجبتني الفكره حيت درت كالكوتوش في النواغ. لي سيرفيس بجوج بهم خديتهم من اشيام هوم، بالنسبه لي سيرفيات من ميزون دي موند، لو بريزونتوار من ايما كنظن، كاين حتى في اشيام هوم ولكن في ايما كيكون موان شير جو بونس. لي سالادي بربعه بهم كنت خديتهم من اشيام هوم، لي بلانش من ميزون دي موند شحال هادي. بالنسبه للكيسان والحاجات اللي غادي نشربوهم حطيتهم على لا ديسيرت حيت كانوا بزاف ديال الحاجات على الطبله، ما بغيتش يجي داكشي مضيق. بالنسبه لهاد لا بريزونطاسيون كانت ديال لونطريكم كل حاجه شنو حطيت فيها. بالنسبه للسالادي حطيت فيهم انواع ديال لي سالاد مشكلين كل وحده بالمذاق ديالها. بالنسبه لي بلاتو حطيت فيهم بسيطله مالحين وحلوين، لو بريزونطوار حطيت فيه المالح، وبالنسبه للبلا برينسيبال كان اللحم بالبرقوق اكومباني بالكاروت مشرملين، ودرت حتى الرز ودرت اريكو فيغ اللي كان مشرمل. كنعتذر منكم ما قدرتش نصور لكم حتى شي وصفه من هذا الشيء اللي كنقول لكم، كنقول لكم داكشي شفوي ولكن تقدر شي وحده منكم تستافد. انا براسي كنتلف فاش كيجيو عندي الناس، كنبغي نستافد من شي عراضه ديال شي حد، كيعجبني ناخذ افكار. على هادشي كنقول لكم داكشي شفوي، وحتى ورت انني نشارك معكم حتى لا بريزونطاسيون ديال لا تابل حيت كنت صورتها بما انه رمضان قرب رعدات وكيكونوا بالك كما كنقولوا حنا بالريفيه بالك تستافدوا منها. وغادي نشارك معكم هنايا واحد الكاتو اللي وجدته نهار قبل، حتى هو هادشي كامل كان نهار قبل، شفتو عند وحده في انستغرام شكراتو بزاف. بما انه لاباز كانت شويه ديفيرونت على لي كاتو اللي كان نصايبوهم، قلت نجربو. غادي نخلي لكم المقادير ديالو في لاباغ دانفو، غادي نخلي لكم مع طريقه ديال التحضير. سمحوا لي على الصوت ديالي شويه مروحه، على هادشي غادي يبان لكم شويه كنوقف الهضره وكنعاود نهضر. حلتو من قبل كنا وجدنا واحد الكراميل بسيرو ديغابل ونوات بيكان، غادي نزيدوه في القاع، عاد غادي نزيدو لاباط ديالنا وغادي ندخلوه الفران على درجة حرارة 180 درجة. ودابا غادي نقول لكم على المذاق ديالو. بالنسبة للذوق ديالي أنا جاني شوية قوي، ما تقدروش تاكلو أكثر من باغ وحدة، ولكن المذاق ديالو كيبقى مزيان.
كانوا لي سولد في ميزون دي مونجي بروفيتي، وخذت بعض الحاجات صغارين للدخله ديال الدار او لحد باب ديال الدار. هنا كنبداو ناخذ فكره على الانتيغيو ديالنا او على الداخل ديال الدار ديالنا. وما تنساوش نقيوه مره مره، واخا كاين لو غارديان اللي كينقيه، صراحه ما كيوصلش بعض الاماكن بحال لو بيتي باياسون لي بيتي كو، ما كيوصلش ليهم. انا كنديرو على الاقل مره في جوج ديال السيمانات. وهنايا غادي نشارك معكم بعض الحاجات اللي توصلت بهم من شيئين بزاف هادي، وخاصني ضروري نشاركهم معكم حيت كيما قلت لكم توصلت بهم وانا بيت معهم لا كولابوراسيون بزاف هادي، وشوي اوبليجي انا نكمل. وغير واحد الحاجه جو بريسيز، وانا دائما كنقولها لكم، انه هاد الحاجه توصلت بهم، يعني ما عمري قلت لكم انني شريتهم، حيت واحد المره جاني واحد لو كومونتير واحد البنت قالت لي خاصك تقولي انه هاد الحاجه توصلت بهم، وانا جامي قلت لكم انني شريتهم. ماشي عيب انني نشري من عندهم، ولكن يعني من العيب انني نكذب عليكم ونقول لكم انني شريتهم وانا توصلت بهم. وانا كنقول لكم رايي الصريح فيهم، حاجه فاش كتكون مزيانه كنقولها لكم، والحاجه فاش كتكون خايبه كنقولها لكم. وانا كنشري في ما لقيت شي حاجه عجبتني من عندهم اولا من زارا اولا من اشيام اولا من كياب، يعني كنشري بارتو فين ما لقيت شي حاجه عجبتني. وانا فاش كنشارك معكم هذه الحاجات ما كنجبركمش انكم تشريو بحالهم، وما كنقولش لكم سيروا شريو بحالي. يقدر تكون تقلبوا على شي حاجه تلقاوها هنايا في هذا الفيديو اولا تستافدوا من الكود اللي كنعطيكم. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، الكود اللي كنشارك معكم ما كنستافد منه والو، يعني فاش كتدخلوا البورسونتاج انا ما كنستافد منها والو. كاينين البنات اللي كيستافدوا حتى من لي كود برومو اللي كيشاركوا معكم، وانا لا ما كنستافدش. هاد الشيء غير اونتخو بارونتيز، وانا ماشي ضد البنات اللي كيديروا دي بارتناريا، ماشي عيب. العيب هو انا نكذبوا عليكم ونقول لكم حاجات مزيانين وهما ما يكونوش مزيانين، يعني نكذبوا عليكم، هنايا فين كنكون العيب. ابخي كل واحد وكيفاش كيشوف الحاجات. دابا نشارك معكم الحاجات اللي خديتهم فيت في، نقول لكم رايي ديالي فيهم. خديت ثلاثه ديال لي مونتو كيف ما شفتوا في الاول. لون نوار نقول لكم ما تاخذوهش حيت الجوده ديالو خايبه بزاف. لو بيج زوين بزاف ساتاي بيان، خديت فيه تاي ام. ولا دودون بيج حتى هي مزيانه، خديت فيها تاي ام وحتى هي الجوده ديالها مزيانه ولا فينيسيون ديالها مزيانه. لو بيل هذا اوفر سايز اللي كيجي تو سامبل، وانا كيعجبوني بزاف هادو من لا جام دازي. سبق لي هدرت لكم على هاد لا جام، كيكونوا فيها حاجات بجوده زوينه والثمن ديالهم مناسب، غير هو خوضوا فيه تاي ديالكم. انا خديت فيه ال، هاد لا جام كيكونوا فيها حاجات صغارين موالفه كناخذ تاي واحده كبيره على ديالي، ولكن هذا كان ديجا اوفر سايز وانا خديت فيه ال، جاني شويه كبير، ماشي كبير بزاف ولكن امتي شويه كيما نقولوا. كيجي كيحمق في اللبسه ديالو مع ان بونتالون هكذا سيميلي كوير ولا في النوار، ولا كيجي فريمون مزيان. خديت هاد لا روب بول اللي كتجي هكذا طويله توت سامبل، ما فينا كيعجبوني نلبسهم مع هاد الترانش، كيجيو تري شيك، وهذه الجوده ديالها زوينه بزاف، ماشي غليظه بزاف وماشي رقيقه. لا ماتيير ديالها فريمون زوينه وستاي بيان، يعني ما كتجيش لا كبيره ولا صغيره. خذوا تاي ديالكم. واخذت هاد لي بوت هادو في اللون الابيض اللي كانوا كيبانوا لي باش في لوسيت ديالهم، وكانوا كيبانوا لي زوينين وهما ملبوسين، ولكن فاش وصلوني في الرجل جاوني شويه بيزار، ما عجبونيش بزاف، ولكن الجوده ديالهم زوينه زوينه زوينه، كتحمق ما فيهم حتى شي غلطه تقولوا ديال الكوير، غير هو الشكل ديالهم وكيفاش كيجيو في الرجل اللي ما عجبنيش بزاف صراحه، وحتى اللون جاني بيض بزاف. واخذت ثلاثه ديال كذا لي بفيول هادو اللي كيجيو كول طالع، بونتالون سيميلي كوير حتى هو الجوده ديالو زوينه وساتاي بيان، خديت فيه لاتاي ديالي. نخلي لكم كود برومو ديالي اللي هو باي شيما اللي كنخلي لكم دائما، وغادي نخلي لكم لي ليان ديال الحاجات كامله اللي خديتهم في لا بار دانفو. بون جو سي كنهضر بزربه بزاف، سمحوا لي حيت الفيديوهات كيتمشى ودغيا، كنت هضرت على حاجه اخرى وما هضرتش على الحاجات اللي خديت، على هادشي ولي كنزرب دغيا بوغ اتخابي الحاجات اللي ما قلتهمش. وهنايا كان نهار ثاني تشهيت القريشلات، وانا كيعجبوني بزاف مع العسل. غادي نحتاجو ليهم 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب، ملعقه كبيره ديال الخل اللي استليها شويه ديال الماء زهر، خميره ديال الخبز، كاس ديال السكر، قبسه ديال الملح، شويه ديال النافع، 13 غرام ديال خميره ديال الحلويات، والدقيق حسب الخليط.
كنحطو جميع المقادير في الخلاط الكهربائي ما عدا النافع، كنزيدو حتى التالي باش هكذا ما يتطحنش مزيان. انا هاد النهار زدتو حتى واحد زيت، وكنزيدو نصف الكميه ديال الدقيق والنصف الاخر كنزيدوه في الاناء، وكنكملو العجين بيدينا. طبيعه الحال يمكن لكم تستعملوا العجنه، وحتى في العجنه كيجيو مزيانين بزاف وكيجيو مرخوفين. كنزيدو الكميه المتبقيه ديال الدقيق هنايا في هذه المرحله، وكنحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا مزيان. بالنسبه للعجينه كتجي خفيفه وكتجي مدلوكه وكتجي كما كتشوفوا القوام ديالها كيتلصق شويه، هذا هو السر باش كيجيو خفافين وكيجيو منفوخين. كندهنوا العجينه بشويه ديال الزيت وكنخليوها تخمر. من بعد ما كتخمر العجينه وكيتضاعف الحجم ديالها، كنخويو منها الهواء اللي كيكون فيها لداخل، وكنبداو نشكلوهم. بالنسبه ليا انا كنعبرهم باش هكذا يجيو كاملين بنفس الحجم، وكنديرهم شويه صغار. كنستفوهم في اللاطه اللي كتكون كتدخل الفرن، كنخليو شويه ديال الاسباس بيناتهم حيت غادي نخليهم يخمروا للمره الثانيه وغيتضاعف الحجم ديالهم. كنوجد واحد الخليط ديال الصفار ديال البيض اللي زدت شويه ديال الماء الزهر وشويه ديال الجنجل اللي غادي ندردروه من الفوق. من بعد ما كيخمروا المره الثانيه وكيطلعوا مزيان، كندهنهم بالصفار ديال البيض وكنزينهم بجنجلان وكندخلهم للفران اللي كنكونوا سخناه من قبل على درجه حراره 180 درجه. بالنسبه للقريشلات خليتهم شويه يخمروا بزاف المره الثانيه، تشقوا لي واحد شويه من الفوق غير شويه، ما تخليوهمش يخمروا بزاف المره الثانيه باش هكذا ما يجيكمش مشقين من الفوق. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي تجيكم شويه مخربقه حيت كنت صورتها شحال هادي وجاتني صعيبه بزاف في المونتاج، غير طلعت عليكم بها باش هكذا ان شاء الله نرجع ننزل ونرجعوا للروتين ديالنا. شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى الاخير، نتمنى ما نكونش ثقيله عليكم هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.